السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاع قبل ما نبداو نقول لكم صحة رمضانكم، صحة فطوركم، ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا. اليوم الحصة تاعنا وين إصابة آية النوري خلال مواجهة ويست هام، يعني وين أنا كنت نقرأ عليها. قالت كي تشوف واحد البنيادم يهدرو عرف بلي الإصابة راهي جاية جاية. كي تشوف انت واحد البنيادم يهدرو عرف بلي الإصابة. كي تشوف انت، أنا كي نشوف ذاك مسيلمة الكذاب مركز على بنادم هذاك هشام العريضة، نعرف بلي الإصابة غادي تجي بنادم تجي هذا. وقلت له مش عامل خطأ، قلت له يا ودي ما تكثرش على الناس. نهار اللي طحت على كسموها يا ربي، طحت على بن ناصر. بن ناصر اول مره كابيتان دي كيبي ميلون، بن ناصر منا، بن ناصر منا، بن ناصر جاب لها الرقاد عامه، الرقاد جابها تا خرج دار الفيديو قال له راكم محصلين فيا. يا ودي ما تهدرش عليه بزاف، هاي شويه شويه كيما نار ادم والناس، كيما قالها لي باباها بو لحيه قال لي يقرا الخرطي، قال لي وجايبها في اللعابه. ايه ولا عمي لا اله الا الله، ايه صايك مركبون، صايك مركبون، قول بلي مركبون. يا ولد تجبدله تجبدله، تبغي تجبدله تجبدله على صبعه الكبير صبعه الصغير، تبغي تجبدله على شعره على حيته. بنت واحد تجبدها، تجبد سيمانه بنت واحد هو يكون لاعب بارتي الزوجه، وانت تهضر على بنت ذاك الاول كيما ذاك بو كلبه هذا وكلش. ايه ريحوا في بلاصتكم، ابليسيتو اللعابه انتوما، انتوما جنابه، راني نقول لكم انتوما جنابه جنابه، الله يحفظ ويستر. ابيك الحاجه اللي تحطوا عليها يدكم اونترينر هذا الجمال بالماضي، من نهار اللي نتوما وليتوا جمال 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 ولا ما يعرفش يحط القائمه، ما يعرف يحط التشكيله، ما يعرف يحط خطه، ما يعرف. لبيك نتوما هما الجنابه، سبحان الله، راني مغالي قاريها فيكم سبحان الله. تمنيتوا لي كيما ناسيون تخسر، ربحت هذا الماتش، تمنيتوا لي كيما ناسيون ما خسروا دو ماتش. نتمنى لكم اوغندا، نتمنى نقول لكم حاجه في قلوبكم ما تبينوهاش انتوما، راني عندي التسريبات تاعكم تاع من سيبورتوش الجزائر ومنا وماذا بينا الخساره وكلش، عندنا كاع التسريب، كاع درت لكم التسريبات تاعكم. بصح في قلوبكم يعني بقوه تمناونا نخسروا في طون ربحوا. الله يرحم الشوابي، الله يرحم الشوابي، انت مسيلمه الكذاب ذاك بو كلبه وكل، اتمناو الخساره ليكيب ناسيونال في طون ربحوا خدمه المنتخب. لا تبغوا ليكيب ناسيونال اتمنوا لها الخساره باش نربحوا. الله يرحم الشوابي، مقلوبكم تمنوا الخساره مقلوبكم باش نربحوا، والله العظيم مي تولوا تفرجوا كيما هكا قولوا يا ربي يا ربي يخسروا في طعن في طعن مركو نربحوا، خاطر راكم لي لي حاجه لي لي تخدموا عليها راكم تجيبوا لها رقاد على بالكم. وين غادر الظهير الايسر للمنتخب الوطني ايت النوري مواجهه فريقه فولهامبتون وويست هام في اطار الجوله 32 من الدوري الانجليزي، متاثر بالاصابه على مستوى الكحل بعد ان تعرض لتدخل من طرف اللاعب المنافس في الدقيقه 55 من عمر الشوط الثاني. وقدم اللاعب الخضر مستويات جيده في اللقاء، حيث وظفه المدرب كلاعب وسط ميدان في مواجهه ولمس ايت النوري 48 كره وقدم منها 29 تمريره حاسمه. وفاز ايت النوري في سمن شي حاسمه يعني قدم تمريرات وين 25 تمريره. وفاز ايت النوري في سمن صراعات ثنائيه، ويوجد الاشاره وين انتهت المواجهه بخساره فريق ايت النوري يعني لفولهام لمواجهه امام ويست هام بنتيجه هدفين مقابل هدف واحد. والله لا بزاف، والله ولا عمي يا ولا عمي شويه لا بغيتو ربي. ها انتوما ولا عمي نحس نحس على ليكيب ناسيونال، من نهار لي بنتو من تأمنوني كانت مليحة ليكيب ناسيونال، والله سبابها هذا مسيلمة الكذاب، هذا النجاسة، هذا ذاك النجاسة. يا شوفوا شوفوا مين تا وين تا بان، بان في أواخر 2020 ديسمبر كيما هاك، مصح خاوتي خواتاتي منا منا منا، وكما صح لي يهدر عليه الدم، لي يهدر عليه يربح، لي يهدر عليه ينقر محرز ولا يقيسوه للدكه. يا ولي يجيبوا عليه عرب اللي راح راح راح، والمنتخب الوطني كما سيتراجع، كما سيتراجع اتراجع، ولي 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 عايشين داخلين في حيطه. ولا
بن ديلور ديلور عليك مرفوع ديلور بوزلوف كاع يشكمولو 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 بعد ولا يعايرو فيه ديلور بوزلوف بوزلوف ديلور بوزلوف بوزلوف ديلور بوزلوف ديلور جابولو في الركابي من بعد بن عصر بن عصر بن عصر بن عصر بن عصر جابولو رقاد ادم والناس يا ادم يا ولدي ماذا هضرو ولاو يهضرو على بلايلي بلايلي ولا ما يدعش ليكيب ناسيونال ولاو جايبين امور بنت يا حبيبي تعقلوا ليها عام 10 شهور ما مركاشي بنت ولا ما يعشي مركي بون نجح شاهد بون نجح الف بون نجح شاهد بون نجح الف بون نجح الرقاد يا ولدي باش بيا كونترو كيما قال لهم ابراهيم شاوش قال لهم هذو قال لهم كونترول يهضروا عليه السيمانه كونترول شاهد مالك الكونترول شاهد شادر شاد يا ولدي عطيني بارتيا كومبليس تادر دي فوا دي فوا محرز بارتيا كامله ما يدير والو الطي عنده كونترول يا ولدي تحسب باللي ماركا وقدموا داروا منا يا ولدي ريحوا في بلاصتك الله العظيم وين عاودوا وين ايت النوري وين رغم ذلك وين يسجل ارقام مميزه مع بول هامبتون وأبرز موقع البي بي سي في نسخته الإنجليزية الأرقام مميزة للدولي الجزائري رايان آيت نوري مع نادي بولامتون في الفترة الأخيرة موسي لأنه بات يعني الحل الهجومي المثالي للذئاب في ظل غياب يعني العديد من مهاجمين الفريق رغم أن المنصب الدفاعي الأصلي للنجم الخضر هو ما يفسر حسبه تهابت العديد من الأندية الإنجليزية الكبيرة على آية النوري وقال الموقع الإنجليزي في تقرير له بهذا الخصوص في الوقت الذي غاب فيه جميع مهاجمي فريق بولهامبتون تقريبا بسبب الإصابات وجد رايان آية النوري لحظة مناسبة لتقديم أداء جيد أمام يعني المرمى وسجل الدولي الجزائري البالغ من العمر 22 عام 3 أهداف في مباريات بولهامبتون الأربعة الأخيرة في الدوري والكأس مقارنة بأربع أهداف فقط له في أول 105 مباراة له مع الذئاب وتابع ذات مصدر في تقريره ونادرا ما كانت موهبة آية نوري طبيعية محل شك منذ انضمامه إلى بولهامبتون في 2020 ولكن من حيث تأثيره على الفريق وثبات أدائه كان هذا الموسم متميز بالنسبة له وأوضح طريقة لعب يعني في موسم 2023-2024 سمحت له بالحصول على أفضل ما في رايان آيت نوري وزد تم منح اللاعب المهاري آيت نوري على وجه الخصوص الحرية في حمل الكرة من الدفاع والمشاركة في الهجمات مع العلم أنه هناك 3 لاعبين قلب دفاع في مركزهم كغطاء دفاعي لصعود اللاعب الجزائري وأكد منذ أن بدأت أزمة الإصابات في بولهامبتون بدأ آيت نوري هو الحل الهجومي الأكثر خطورة وليتلتك بأن آيت نوري شارك في 26 مباراة من أصل 30 مباراة في الدوري الإنجليزي ممتاز هذا الموسم وهو أعلى رصيد له في البريمير ليج على الرغم من مشاركته مع المنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا الشهر الجانفي الماضي يعني وزيد شوف آيت نوري أكتشو كيفاش وين هو دائما كي يصعد عنده السوتية تاعه حنا المنتخب الوطني ديك خطرة على بوليفيا جنوب إفريقيا وين ولاو يخدموا من جهته لا ولاو يخدموا من جهته قالت على كان يطلع ما كانش يديروا السوتية تاعه من بعد فلاديمير فاق بها وين دار تغييرات وشاهدنا وين بلع على الدوزيام ميطو وين شاهدنا وين طلع الوسط الميدان كيسموه آيت نوري وبلع على الجهة تاعه دخل ديفونسير وطلعها هو وخلى يلعبو شو كيفاش غدوة إن شاء الله يولي يلعب يدخل صح يلعب كمدافع الجهة اليسرى بصح سيلا غادي يكون السوتية تاعه لازم يشوفه كيفاش يلعب وكيفاش يديروا التغطية تاعه هذه ما تغيبلهش المدرب غادي ما تغيبلهش إن شاء الله بربي ما غاديش تغيب له هذه هي إن شاء الله بربي وين نقولوا بلي اليوم وين تشوف نتايا لاعبين يعني ذو مستوى عالي جدا هذه هي خويا لاعبين ذو مستوى عالي لعاب تكسب لعاب كيما هذا حياة كبيرة خويا هذه هي كبيرة تكسب لعاب كيما هذا
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيت وخبيت.